البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية، بركته علينا أمين. بولس رسول، لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح، هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به، فليكن محروما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم يا إخوتي أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبل من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها، وكنت أتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة على ما سلموه إلي أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته بأن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أتبع لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى أرابيا، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر صفا، ومكست عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. كونوا في كل فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة، عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، وأما الصبر فليكن فيه عمل تام، لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذا الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتثر زهره وفسد جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في كل طرقه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة،
لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولنا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء، كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. حبيبي 16 كيان أحسن الرب انقضاءه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 1349 قبل الميلاد تنيح البار جدعون أحد قضاة بني إسرائيل، كان من سبط منسة واسم باباه يؤاش، وفي يوم كان بيخبط القمح في الجرن، يعني بيفصل القشر عن حبوب القمح، ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. رد عليه جدعون وقال له: أسألك يا سيدي، إن كان ربنا معانا طيب ليه عندنا التجارب والضيقات اللي احنا فيها؟ فين المعجزات اللي أبائنا قالولنا عليها بعد ما كنا عبيد في أرض مصر الفرعون وربنا نجانا وحررنا من العبودية؟ لكن دلوقتي ربنا رفضنا وخلى أبناء مديان يضايقونا ويتلفوا حقولنا وياخدوا أكلنا ويستولوا على مواشينا. ربنا قال له: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من يد مديان، أما أرسلتك؟ اتأكد جدعون إن ربنا دعاه علشان يحارب مديان، أخد معاه عدد كبير من الرجالة، لكن ربنا قال له: نقص العدد لحسن بني إسرائيل يفتكروا إن بعددهم الكبير يغلبوا، مش علشان أنا معاهم. قعد ينقص العدد لغاية لما أصبح 300 راجل بس، وفعلا بالعدد القليل ربنا خلى جدعون ينتصر على المديانيين ورجع الحيوانات اللي أخدوها منهم
وأصبح قاضي على بني إسرائيل حوالي 40 سنة، وكان ربنا معاه في كل حياته وتنيح بسلام. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان النهاردة يا حبايبي الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديسين هرواج وحنانيا وخوزي من أخميم، واستشهاد القديسين أولوجيوس وأرسانيوس صاحبي دير الحديد بأخميم، وكمان استشهاد القديس إمساح القفطي وتكريس كنيسة القديس يعقوب الفارسي الشهير بالمقطع. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل، لأني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو وربنا أفضل من جميع الآلهة. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين له: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبناه. فقال لهم: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهم يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا أو أن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهم يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغاني. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدوا يتذمرون على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون
إن الذي يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وإن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدان، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. آه